الطرق كاش شنو واسيو؟ شوف انت دبر حبر شوف كاش شوفها وانا راني واجده باش نعاونك. كيما شفت كيما خمنت هنصيب الدعوه فلت وقتا صالحتو وحنا مجهوداتنا فشلت. وعلاش هكذاك؟ على خطر ما بقى حتى وقت. الرجل عطا بنتو واليوم يفتحوا عليها والمعروضين في الدار وتقول لي خمم الغلطه تواسي وانتوما وكي تتقبض تكفلوها في المكتوبه. يا وليدي وانا علاش راني حاسداتك؟ انا ماذا بيا تاخذها انت يا خير من ياخذوها ناس واحد اخرين. كي ماذا بيك انا ولا واحد اخر؟ علاش خليتي حتى لليوم باش تقولي لي خمم؟ هذا راجلك ماشي براني. لو كان كنت كل يوم تقولي له كلمه لو كان راهو طاب وكيكون مهبول يرجع العقل وصواب. على هذه الحسبه انا هي اللي ظلمه. معلوم وشكون واحد اخر مال وهذا شحال؟ علاش ما قلتلوش نتايا ولا دوا في راس السردوك؟ كيفاش نقول له انا يا مرا الحل الشيطان الرجل مربيني كي وليدو نروح نقول له اعطيني بنتك. وين صارت هذه؟ عند المجوس. كان حاصل حصله معاكم حصله. انت تتكلم طبع والشيخ يتكلم طبع اخر والطفله مسكينه دفنتوها ولا راني نشوف راحه نضربها براسي تحفيظا لهابل. وانا علاش تهبلي عليا؟ انا ساهل لما اللي تخمم عليا ماتت كليت راسها. هذه عارفها من بكري ماشي حتى لليوم. يا اخي كلام العوج يا اخي. عوج وهبال ثاني على خطر اللي يقول الصح تسميه وهبابون. يا وليدي وعلاش راك تقول في هذا الكلام؟ علاش وانا غلطي؟ شاورني ياك على بالك. قال لي روحي صلي صلاه العصر في الجامع كي عاود ترجع قال لي راني عطيت حوريه. واش تحب نواصل دروك انايا؟ صحه صحه كثر خيركم. حصل راحي وجدي لي حويجاتي واعطيني هذوك الدراهم اللي راني مخبيهم عندك وخليني نروح في حالي. ياه صاك انت قاعد عندنا غير في خاطر الطفله. لا لا راكي غلطه. انا كنت عندكم كنت حاسب روحي عندي ما وبابا. لكن اليوم راكم عرفتوني في شيء اللي ما كنتش نعرف. خدين ما يلزموش يناسب بسيادو. انتم عائله كبيره الله يبارك وعندكم خدام برك. راه نشوف كاش قال لي على روحي بحالي. اما بنتكم غالية عليا بزاف ما سواهاش. يا اخي كلام يا اخي كلام يخرج القلب يا اخي. سمعي 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 اسمعي. سكت سكت شكون راه وجهي؟ شوف روح البيت الاخرى. روح ما عليك روح البيت الاخرى من بعد انا نلحق. يا ربي يا ربي بقيت انا بين نارين. الولد مسكينيتين وما عنده حتى واحد من غير ربي وهنا والشيخ تعوج وضربوه الجنون وخرف وانا بقيت بيناتهم كيف كورة. ها العجوز راكي هنا؟ راني هنا يا راس المحنة. اش قلتي؟ قلت لك راني هنا فيك نستنى. وين هذا اش سناي فيا؟ روحي روحي كاش ما توجدي على روحك. الناس راهم بداو يلحقوا ما بقى يخص غير الباش عادل ونسيب ونفصلوا الدعوه. يجيب ما ينحك بركة الرجال بن شعوه. ارفعي صوتك شويه لا خلف نسمعك. قلت لك ايه؟ ما عندي ما نوجد كل شيء راهو واجد من الحلاوات حتى للقهوه. وانتي تبقاي بهذا الدرابل ما تنسيش حوايج اخرين اش يقولوا الناس؟ الناس قالوا وخلاص غير اقعد واسكت. اش قالوا؟ اش قالوا؟ ايه قالوا عيسى زاد فيه باله الله يدوي حاله. ها واش قالوا؟ ولاش انا اش واسيت من دوني؟ واش واسيت يعطيك الجن ان شاء الله ولا عفريت قال لك واش واسيت بنتك للكف دربيت؟ ها واش واسيت؟ ونيسا هذا الشيء خاطيك راهي وانا مولاه. وشنو رايك انت مولاه؟ انا يا بنتي ما ساش فيها بنتك لكن في امر الزواج انا اللي نحكم ماشي انت. لكن انت واش تعرفي في الدنيا حتى
راني شفت طفلة مولا 16 سنة عطيتها الواحد مولا 60 وبثمن ربايب ولحيت وتتكركب كي العجب غيت انت ترفت تربط فيها تزنق ذا هذاك شغلي راهي قلي طفلة مسكينة غير كيما جات للدنيا وخدتها في شبوبيتها غير كيما حلت عينها باش تشوف الدنيا وبهجتها أرميت بها الحبل ورميتها في كيف عندو المال يا لالا ندب على ماله ما نعرفش كيما هذاك واش فقالو يعرف ربي وسبع وقفات على قبر النبي اسمع اسمع إيه؟ الى حج الروح وما حدش للناس سمعت عنده لحيه زنجيه وعلى صدره مدليه وعلي يا بوه وسيح بالمعن ولا رغاوين تاع الصابون عنده حكمه وتدبير بهم ينجم يروح وين يحب كيف فهمتك انت يا هرميت بنتك في قلتها اوه انت يا عمري ما ننجم فهمك لو كان نقعد عام ما نحيلكش على قلبك هذا الغيام هذا وانا وين نفهم انا ما نفهم حتى حاجه انا والو هايشه ما نفهم والو ومن غير اللي عم يزت من وذني يا طرشه شوفي البريه اللي بعتها لي البارح يا مولاتي العقل السايح اقراها عليا يا مول العقل الواضح معلوم بلا خاطري ينشرح وقلبي يبرى من خباط الناطح هيا شوفوا عليه دوك نقراها لك وتشوفي اسمعي مليح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله أما بعد إلى نسيبي العزيز الغالي مثل اللويز صاحب العقل وتهنديز يدوي في ظلم الدهليز في وقت الشدة راهو جاني خبر بوليدي أشهدر عند صلاة العصر اخطب لي بنت الحضر قل ياك هكذا هاد الشي راهو انتشر في الغايب واللي حضر راني عزمت نسافر غد عند طلوع الفجر نحضر للزردة ولا كاش كلام او تم تخمام نخلوه للتصدان يدرق العوام اللي عند البلاد البنات يتسمى وخدة خد مني عبسة انسيبك موسى يحب الهريسة والدراهم كموسة بوها علي يا بوها علي يا بوه قولي ها كاش واحد يتكلم هذا الكلام كاش عالم كاش قاضي كاش باشا يتكلم هكذا روح يا عيسى انت ونسيبك موسى يعطيكم ان شاء الله فقوسة بركة كل جهة عصة في راسك ان شاء الله انا راني غير مقصر في راسي معاك في الباطن خليني دخل روح تخدم شغالي ومن بعد انت اخدمي واش تحبي وانا راني نقول لك بصيام العام يا هذا الزواج ما يكون هاي لو كان نعرف نخرج من هذا الدار نشوفو انت راك حلفتي وانا بلا ما نحلف رجعتي انت لي تحكمي انا عم بالي غير شاورتك برك ها ودختك انت يا عند بالك رجعت نخاف منك اسمع انا راني قلت وانت راك اسمع روح ان شاء الله ما تكملوا هذه الفاتحه حتى تخرج عمرك زوبي ما عليه راني ماجي هذا واش راهي واسي ايه ولدي يا بنادم انا اللي ربيتها وكبرتها وضروق يعمل بها واش يحب اعطاها الواحد شيخ مطرطر رجل في الدنيا والاخرى في القبر يقول لك السكتي ما تقوليش هذا واش راهو يستنى الزبير راني جاي اي فارس يا وليدي من عمرك تتكلم راني نتكلم مع سي بودربيسه اي غاول هيا سيبو دربيس هيا ادخل اوه ها وليدي نروح لهذاك البيت وراهم الضيافات خير واش واسيت انت؟ ما عندي ما واسيت وانتي واش خالك؟
واش قال؟ كيف كيف كي كلام البارح كي كلام اليوم؟ كنت قلت للسي بودربيس هل كان يقدر يدير فينا مزية؟ والو يحبسها هذه الفاتحة هذه. هيا يا سيدي الطالب، راك تشوف هذا الولد مسكين يتيم وما عنده حتى واحد، لو كان تقدر تعاونه راه يقول لك أجر عند رب العالمين. أجر سير، نعرف، أشو سي طروطار، هذوك الجنونات ما عندهم سي فيزا مغلطة باه يقضون الصلاة، وما علاه ما نديرش فيكم هذا البليزير هذا، غادي قول. شوف جرب ربي حنين كريم. هايما، أما تجيش توريني الخدمة نتاعي، أنا نعرف هاد الجنونات هادو، يسون ديفيسيل ها. ما نجو نعيطو لهم بالبخور والكتيبة، وينوضو الماشينات مع الشوديرة غا الحبيبة، ويعيطو السلطانة نتاعهم راس التبيبة، اللي هابطو خلاتهم يسناو عند البيبة، حتى يكونوا عملوا غمية الفاتحة والفاتحة، وجاز العاس بالصحة، والراجل مشات في بلادو، وراها يخدم في الفلاحة. ها. والدبار ما تنجمش الدبار علينا؟ هاي يا هاي الدبار سهل، عشان كيف ندبر فلا فلا مينيت الاخر. هيا سيدي نقول لك رفد هذا العجوز نتاع خالتك مع بنته وهرب، اشو غايب صاصفي بعدنا بالمسلمين. انا يا سيدي بصيام العام بصيام العام ما نخلي يا طيبتي لا تشيخ، يا لو كان عم يصير بسيش. عندك الحق عندك الحق، اشو كان ما تزيابش البي قولوا لي كيف هذا الراجل حتى خرب يحب يعطي لبنته الصغيرة مسكينة الواحد شيخ كيف هذا؟ قول على خاطر عنده لحية كبيرة. أويه على خاطر هو عنده لحية يبغي يعطي بنته اللي عنده لحية يا سيدي. لا لا اللحية زيادة بار كي راهو حاج على خاطر ما يحب غير الحجاج. قولي هكذا إبيع الأخر كيف ها؟ هو ذوك تعمل الفاتحة وانت ما غاش تديرو. انا راسي راه يقول لي رفد حوايجك وهرب من هذا البلاد. وانت غا خاتي ونسى. وانا طارق راسي راه يقول لي نرفد بنتي ونروح لعند مواليجا. ابو هوا 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 ستي وشهر كومسا دايما دايما حتى دقيقة اخراني يبه توسى الدهوة. لكن اوقف هنا؟ ايه اوقف تراش زيد عاود قاعد هكذا صق هذا تشوف كيفاش؟ لكم قلتكم ايوا قلتوني هو يحب الراجل الشيخ اللي عنده لحية وحاج وراجل كبيرة اكسترا. ايه نعم سهل. روح انت خاطي بخصيصه جيبني هذاك تاع النساء اللي يحب بيهم الحياة نتاعهم هذاك مع القطن وزيد النيغ الهيدورة نور حاجة أخرى كيف كيف؟ أما تعرفوش؟ هي وقيل رجينا أرجينا نور قنينا نور عجينا كيف كيف غاول بارك روح عادي روح عادي غاول 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 صيح صيح اسم الله شكلك تواسيد اسمع أعمل أضرب النح وأعمل شوية نتاع الكرات عمك الحاجة هيسان يوم لك عايش معك تعرف كيف راه هزو بلاد وليدي؟ كيفاش؟ عمي حاج عيسى كان وراني واحد لا فوطو نتاع اللي نسيبو هذا لو بو فرير هذا عنده واحد الحياة قدين هكذا. قلت له عمي حاج عيسى كيف هذا طفل صغير تعطيه لواحد عنده لحية هكذا وهذاك زبير؟ قال لي خطأ أنا نبغي هذاك اللي عنده لحية اللي ما عندوش ما نبغيهمش. إيه زرك أنت تبغي تاخذ البنتو وخالتك هذا مسكين تبغي تاخذ البنت وكذلك اشو انت ربي خلق كيف العجوز ما عندكش شعر في الحياة نتاعك هي نبغي نصنع لك وحده. كيفاش هذا تصنع لي وحده؟ تعزم عليها باش تنبت خطر صنع لك وحده إيه؟ ارتيفيسيل كيف هذاك العجاج بيا نتاع لو تياترو هكذاك وتنجم زعما تسلكها ذاك شوف كيفه. واش راح تواسيلو؟ هلا نواسيلو غدا حيا مع الشداغة ويرجع قد الراجل باستفادية. الرحمن هو رحيمين فهمتو؟ أنا نواسي معكم هذا المسجد هذا ولو بشطرة والحيلة عشان انتوما تسلكوني من عياط عمي الحاج مع تبهديله هذاك. ما تخافش لو كان جات في عيسانة يسلكك منه. صح
وليده شكرا تطلينه. هذا على يد قلت لك انت اللغة اللي حجم مع السيد أغم سينو هذاك الشيخ انتاعك هذاك هذا حاجة ايتا ما يعطيش فيهم طفلة فهمتو؟ ماني فاهم يا دروح. هذا هو ولا غير شوفه. شفت ياك تعرف ياك اليوم الفتحة. نعم. ايه وكيف نوصلوا هذا اللي حيا هكذا ما دو ونزبط له هكذا ندير له هذاك الحوايج الشغل شغل برا كي في الجامعة يعني كي يجمل البلاد. ومن بعد نديهم اللي هيه ويشوفوه الناس ويبقى دائما هذا اللحية هكذا خاطي شمد لفي كنس لكوهم يعود ينحوهم اللحية هذا والله العظيم غير صعبها ما نشوف غول وغول قبل ما يجيكاش واحد يثق بينا. هذا شو شكون تاعي ها اشنا كاش نعملو دروك كاش نعملو اشنا اشبع روح انت تخبى هنا ومن بعد انا نشوفو انا كاش ندير انت كذا هذيك روح روحو معاهم اللي روح البسطه بعد راني ندخل فيهم. اشبع راسل ايه مجنون كاسيدي اخويا انا ما تعقلكش ياه ايه سي فرصه اي وانا من الجماعه وين الجماعه راهم يوجدك في البداعه وجود قلت لك راهم يسناو فيكم عندهم اكثر من ساعه ياه ايه انا اخوك فوتني ليه وفوتني في غرضه كسل في غرضه ياه اي في غرضه أراك مقلق أسير موسى ها؟ ما تقلق سنة نعملو الكنيسانس معك ونصبر حبو بك حلايا ونقدمو كاسيدي ونبعثوها لهم نشوفهم ياه أفهمني يا صاحبي هكذا أسمع دابور نحي هذا باه ننفضوهم من هذا الغبار نتاع تشبندي في اللي جيت نتا جيتو من الصفر عيان مامرين بالغبارات باه ننفضوهم هذي تانية السباع اللي حبينا اسبوع راجلك ها راني نشوف اكثر منه في الزعاقه وفي التحميرات ما كانش اما لا علاش حبي يعطيها وانا منين نعرف كي راكي تسقسي فيا صحه 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 ها تظهر عندهم هاد الناس على خاطر عنده شويه دراهم خلاص يعمل واش يحب في بنات الناس راك تشوف وعارف روحه وجاي يعقد على امراه يكون مساك ما جابوش معاه لي مسك بك عيني هذاك من الكرم مو هذا وين راه انا عارف ما بعد اجا ولا سي سي بو دربيسه وين ديتو يا هنا برك هنا كان هذا واشنو حوايجو حوايجو يا تلبس هذه هكذا زعما هكذا تجمعوا ولا سنتك هذا على راسك والله اللي قال يجي النهار اللي نلبس فيه هذا اللبسه نكذبوا سي لا في مونا مي قال ارقص الشادي في دولته كيفاش سيدي اخاطك هذا الفنان خالتي بخصيصا افشد هذا العصا هذا وانا هكذا ها مليح هكذا يا شوف يا ها مليح ها هكذا هذا
اسمع هذا في المشيات هذا راه يمشي بدا هنا راه شوف كان قاتل والديك نرد لك في الخير ان شاء الله. والدينا والديك اشو بصفه علينا ولاش الجيران هي اذا ما تخدمنيش البريسير ولا ما نخدملكش المزيه. لا يعطيك الصحه اما لا يا هي عمي الحاج عيسى. نعم ارجو ارجو سامحوني هذا النسي بنتاعك عنده واحد راس اخويا ما عمر بنهولو ما احترجعت راسه هكذا بدل هكذا شو انا الزركع كي عملت له لك زعما يعني لم تحال انصب سيدي هذاك اللي هجم قاع يتخلطوا داخل يسهلوا هكذا كيف البوتول ايه تخلطوا له قاع ايه قلت انا يا نوصيك انت يا ما تكترش فيهم الهدور عطا كيف كتر معك كيف المهبول هذاك انا ما تخلطش معاهم الهدور يا لا لا ما عندنا ما نقولوا له بالحاره يشوفوه الناس يسني يعني حط خطيته ويجي اعطيك الصحه هذه هي غادي هيا هيا مالي 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 يلا ايه وانت ما تجي شيء انا نقعد هنا مع خالتي ونسى راك تعرف اللي هي غير الرجالات برانيين وانا نستحي في روحي اما لا سمعي انت روح جيبي له حقه نتاع الحلوى والقهوه لنا هنا راح كنخدم شغلك روح انا بخالتي ونسى نتفاهموا راح كان راسكم يا الله يبارك روح هيا هيا مادام يسناو فين هيا جوز جوز ها على سلامتكم جوز يا ولادي مرحبا اتفضل سيدي اتفضل مرحبا 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 هذا قفل هذا كيلو ما لا يسلك راسه نعرفه هذه والشيخ من بعد كيفاش اشو من بعد يعني ها شو يعني فكيها قولها يعني كيفاش دوك اذا انت تخبش نقول انا ابتدى فورا غادي ونسى وتبي تحضر عقل يا قلت لي نقول لك يا عمك حاجه عيسى سهل هذه بصح قلت لك ساهل إيه؟ هو ساهل كي تجي تشوف إيه؟ لكن بنادم يا سيدي بنادم يخاف من كلام الناس اه يا حاي كلام الناس اللي يسمعوا كلام الناس يمرض بالحمى مع الوسواس يبي تبرش عندهم ما يقولوا قالوا طفله شابه صغيره هكذا في عضل تاخذ الشيخ كبير باللحيه هكذا خذات بنت خالته صغيره مع شابه يبي جيتو لو كان يوصل هذا الشيء ويصير راني يا سيدي ناطي الوعد على القطوطه والكلب يصير كان يصير ها اش واقي هذا تقدق من النار واش هذا نسيب نجا وقيله هو غنى هذا تقدق هي ها وين درتو درتو هو درتو في هذاك الجهه حاشاكم علي يا بو علي يا بو لو كان الشيخ يضر كيفيق شيخ ما نعرف كيفاه ها سعدي بوه وقيله هو اللي خرجت ارجو كان هو حتى 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 حتى
لقينا هذاك الجار منا اللي راه تسمر في الحيط. يا راجل ماهوش الجار اللي راه يسمر. هذا راه الدقديق وعيا. استنى شكون يشوف شكون راه يدقدق. الله ما الله ما الله 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 عاود عاود اش كنت الكلام اللي كنت تقول فيه يا صاحبي ولاش تعذبوا انا نسيبكم ولا عدوكم انا اخو قولي كيفاش كيفاش نسيبي وانا شحال عندي من نسيب واحد ولا 20 واش دا ليا كاش واحد اخر جا ولا يا هذا موسى الزردابي واش بيه هذا هيا صلى على محمد موسى الزردابي جا وشافوه الناس وحط حط خط يدو وفرات اي اي وهذا امنيش هاي هاي النحمه تاعي اي, أي. وقرا تابع عينيك هاي شوف هاكا بنفسك اي لحقت اما هادي والله هم ماذا ولا اخر واش يكون اصلا وقف فهمك وقف فهمك كاش هدا تفهمي حب يقول اشنو تعقلتو فهمو انت يقول هذاك فهمو هذاك ايه اشنو هذاك؟ ما تنسبك هذاك زبير كيفاش؟ ما في حتى كيفاش انت يا حلفت وانا حلفت يعني الى حلفوا فيك انت ما تنسى والى حلفوا فيك الرجال ما تدير بال ونتلاقاو عليه في زوج يعني غنسى مع المال يدخل في صبط له بال شدوني وتعاول شد رقيق بما تشعر قبل قبل هذا